الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته. أيها الإخوة، إن كتاب الله عز وجل القرآن العظيم ليس كأي كتاب، إنه كتاب لا نظير له. منذ أن أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة تتناقله الأجيال من فم إلى أذن ومن أذن إلى فم. الأستاذ يقرأ والتلميذ يسمع، والتلميذ يقرأ والأستاذ يسمع، تلقي ومشافهة، نقل صوتي لكلمات القرآن وحروفه من جيل إلى جيل. وهذا ليس لأي كتاب إلا القرآن العظيم، كتاب تكفل الله عز وجل بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه تعالى لكتابه أن سخر من عباده من اصطفاهم ممن اهتموا بنقل حروف القرآن العظيم وتلقوه وتحملوه على شيخهم المتصلة أسانيدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الإجازة القرآنية. بدأت الإجازة القرآنية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يجيز الصحابة، يقول لهشام بن حكيم حزام: اقرأ يا هشام، فيقرأ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ويقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقرأ يا عمر، فيقرأ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. انت كذب ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى يا مهدي اسكله اللي هي نوغ الله ديستي نعموين كأن لسوكو بكرين أيوه انت هاي نعمة الدين تاي إسلامك إلهي سبحانه وتعالى ومديه مر والبين لغو مهديو إهي لا ينوي هاي لحمديو ولا ليال ساكو أيت هاي بش جماد الأولى شن كنا فرب قل صدن يسدح يجري النبي صلى الله عليه وسلم كنا فرب قل فرتن يسدح وان ربا وافق سن سغال كي بشي لو يتابنات لو كوني لو تن يكو وحن ساكا وفدنا حفلة دادو قيمة بدن وانكم موسينا تدو حاوي هير سرقارين وقرآنك وحاوي مل سرك قارين والروان ما انت اللي قبل من لو قال هذا الله فصح وقرآنك نين آخرين كران عد كران يوسي آخرين كران ولا ليال فدي نوعا وكلا وحاوي وفديات وبركة بضن وخير بضن وحامرك كواد الله سبحانه وتعالى يا ما هذا إسكالي اللي نسوى فشي إني حفلتنا أدو قرح سبحانه نوقف سنتو كقدر وحنومها النقينا علماء النسوة جيبتي جزاهم الله خير الجزاء دعوتي رتانكي لوي ورين النسوة جيبين يكون نقنا هاي مشاغي شوضا ايو وحيالها كوحرا نوعي ما بين وحلينا ودما سنتين جزاكم الله خير الجزاء وعاقر ومهد مضان ندتكي وحوي معلمينتي سوي ما بين سوى حاضرين قوفتي ما بين انا كغيب قلان فدقناتك وخير بضان وعلى مائدة القرآن أن كفرنا أنت ما تنوتكم أسنتهين أنت كذب الأولى ليال وحان كفر فرنا وحان نظهر وحوي آيات من الذكر الحكيم ونو آخرين دونه صالح محمد علي برواية حفص عن عاصم فلتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. شكرا جزاك الله خير الجزاء على ما قرأت علينا من آيات الله سبحانه وتعالى. إلهي أكا جرسي قرد أسنى ميزان كحسناتك الله كبوكب ولا ليال وحاف سيد مضان فدقنا نوفدنا تدمع علمين أهاوين القرآن كالغسة حيي أيا وهيقى رينا هير إن ما أنت أيقى تان إجازة القرآن كي وحاوي الله فصحه قرآن بالمعلمين بأهاوين ومرخاتي الله ونقضه القرآن كي إنه أخرين كران ومدن أوسي أخرين كران فدقى أن ما أنت أوقع دني حفلة دني وإنت صلى الليال المعلمين مشروع أمر كيلو وذي تصحيحها إيه إقراها القرآن كمعلن كقد الأخرين أيان انت بدن وحال صعوتا متون تجويديا أي معلمين تدياريان متون تسي وحاكم إذا كتاب كلا تحفة الأطفال جزرية يا كبيرة قصيدة اللغة الإعلامية إمام الشاطبي وسكلا يا كبيرة هذا مركزي وحنوي ريا معلم المعلمين تا كمدا سيو نو أخويا ونوصو بني قار كمدا قار كمدا قصيدة الشاطبية وما يسري له
زكريا محمد عيسى فليتفضل. زكريا محمد عيسى فليتفضل مشكورا. زكريا محمد عينش. زكريا محمد عينش. منظومة حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع من نظم إمام القراء وحجة المقرئين أبي محمد القاسم بن فيره ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي المتوفى سنة 950 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا هنالك يهنيه نقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. قصيدة السيان نقود الأخر السي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أذكر إياه. أنت كذا الأولى ليال علماء النبي ونصر شرفتي وحفلة النوص وقرح السي وحفلة دي نغرس وغيب قلين ودمها سنتهين فرقات فردان إلهي ميزان كين حسناتك الله دي ينكوكبو وقتي واسكير وحندوني علماء النوى إماتي إنان كلمو ينسيو ويمر والبو توجيه علماء واللوبة هيا هاي وأنا خاتيرتي قلوب توي سيدا درتيت كلمة كلمة ينسينينا وقتنا وانكوبينا سيو حاوي وقتي نقصو كومو هذا نوى حنكوب بلابي الشيخ الوالد الشيخ عبد الله عثمان إسحاق فليتفضل مشكورا ماجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فلله الحمد أولا وآخرا وحاول مجلس كان دمع ومجلس الكتاب الله كتابك على سبحانه وتعالى يا ألغو احترامها يا ألغو إلينها يا ومجلس هذا فضل بلان فضل أو قرآن كلية وفضل إبوي تاسع نقول في المعلومة لها قرآنك فضل يا عظم الله أولي هي وحاوي ربي فضل يا عظم الله أولي هي مرتوى نقول في الانتهى ما شانينا نقولها يا ابنوي وحاوي حالها عن تمرين حسوسنا أما توجيهات لكلمة وقعقاما للعلماء واجوكتا بفضل الله ورحمته الله سبحانه وتعالى ومدى انتظى إنك قيب كمذا إنك عن ماشا كفر دينا قرآنك إبوه كفضل الله بفضل الله ورحمته قرآنك أعلى كفضل ذاتك أو قرآن بضم بيكتشلان
dadka ugu quraan akhris badan bay ku jiraan waxa inaga maqan waxyaalo badan baa inaga maqan waxyaalaha inaan qudno ayaa maartay muhiimad ugu sareysa waa isku baraarujinno muraha inaga maqan waxa weeye kitaabkii ku dhaqankiisa waa inaga maqan tahay barashadiisi kama yanbaqi barashadiisana qaybaha ugu muhiimsan baa inaga maqan waxaa inaga maqan qur-aanka macnihiisii ilmihii ma barno dhaqan iyo caado waxa inoo ah inaan qur-aanka xifdisiino bas taasaa dhaqan iyo caado inoo ah marka inaan ahmiya iska saarno qur-aanka ilmihii saan lafdi u xifdisiinayno inaan macnahan u xifdisiino bifadli illaahi waraxmatihi ayaamahan waxaad arkaysaan waxaa inoo soo kordhay qiraa'aadkii inaga dhaqan iyo caadaba ma ahaynba inaan maaragtay qiraa'aadkii macaahidiisii iyo umurta ayada muddo dheer waxaa qur-aankan xifdigiisii lagu jiray haddana dhaqan iyo caada inoo ma ahayn marka bifadli illaahi waraxmatihi qiraa'aadkii hadda maaragtay mid ka mida ama kuwo ka mida weeyo هذا مجلس كان إجازاتكيسة مجازاتكيسة واحد لغم المرين هاي مركب أمورها أقول أقول مهم سن المها قرآن كيسان لفظي يسا أحد سينينو إلا المعانا أحد سينينو سيدتك مركب قرآن كبريدي سبي اللعبان ويدتك أكب اللعبان إنا يبران قرآن ك لفظي يسا معاني سينا يبران كمسالة كوالد يا كمعلم با إنا نيونا إلته والحرس كسارنا سلام سلام مهم وي هاي ذاك القرآن كذا معنيه سبرتان وذاك علماء نقول يعني لو سمعتي لفظ القرآن كم على نقول نقول هاي لفظ هذا القرآن كم معنيه سيد أي برتان هذا محل ما لنا إنسان مركا وحان أن استودينه إن أن صار صارنا إن أن صار صارنا ذاك القرآن كلفظ جيس سبح في سنيهين معنيه سنة أحد سنة ذاك أيضا أن استودينه أن صار صارنا مسألة ومسألة عن سكو وعن إلتها والمدن اللي تقدر دار أنت أمر البابا مدى كلا القرآن هو مادة شاملة حكم مغر مسألة كلا إن برجين وحكم مدى ومسألة مدى البحر يكون في الناس أنت وحكمتها يدعوة منهج الأنبياء كمثل ومدى البوح يكون في الناس أنت هنا يدعو عاد يدو هنا يوجد دجان ووح الأنبياء ليس ودير شري من لد نوح عليه السلام حتى يرسل الله الأرض ومن إلى خاتم بين المرسلين ومضوا البوح الكفن دسنة يا مارثي يا نبي لا يسود لي شيء وقد قال إيه جاء نبي نوح وقول رجع قبور يا وضوف فديان هي وقد جاي قبورتي وك واحد كفن موين بقبور تاسعه دمعا في النار أنا ما كنترنا وضف قبور كفن ما سمعنا ومارثي دعوة وأنا لا ولا وإن الحجين ومهم بس قبورتي أنا هو القاضي وتوحيد عقيدة لفانسيو اللي دعوه ودعوه التوحيد والعقيدة العقيدة أولا وهي مثلا لك لو حاوي قرآن كاني أنصر نغنو ورهيق على أنكهرنو لمن كان أيها أن دبق الله سيدي إمامك أن هرجوك اللي قاني لمن كان أنكهرنو لمن كاس وإنجليسك أول رأي إنجليسك أول رأي فرنسيسي إنجليس يترياني وأنا من كان دمعن صومالي لقميسين هذا لقميسين أيام مركا لمن كان قال أنا أنكارنا لمن كان أنا كهرين ولي إسلام في القرآن كمان نقبسلين يا هذه هذا أقول أنا الدين ما ذروا ميسين رومين ما لقاهل رومين ما هم لقاهل إيه مركا ثا أنكارنا مثلا الكلام بدل جوا حكم إذا مفتون كان خناه حوية العصبية عصبيانا كهرد هذا وانا الدين كي كتاب قرآن كان سلا وخمينوي بس سلا وهذا قرآن كرميان وحيكو وبلسانها يا واقعي نبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي وإن من الإخوة يكوها بلسانها يا المسلم أخو المسلم يكوها بلسانها يا إن الدين عبد الله الإسلام يكوها بلسانها يا مركب مدى أنا أنت مدى أن يقول جبتنا وحامنا هاي خصال فربنا oo la yaabo inay iyadu boqolkiiba sagaashan sagaal noqoto oo jaahiliya inuu jirtaa marka midaana aan taana waxaan kaga maartay kaga badbaadayna waa inaan islaamkii aan baranno islaamkii aan qabsanno
يرى مسائش إنه قبلا وحوانا قهر إلى هنا وقلة الفهم عن الدين دين كي سلا بعض أمانا فهم أمانا قفصن ما كتانا عن مارتي كوان سنو كتاب القرآن كها مارتي أنقرنو رب سبحانه وتعالى أنصر نغنو كتاب كأنه غفلا رب إنه ومدي بن بشر يا بني آدم يا رب رب رزق إنه ومدي بني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا أسرع الرزاق أسرع مارك رزق بحياة أحد كبر بحياة ما لها مركا أنصر نغنى كتاب كأني لمن كان حواليه تيك سلام بك مثل أمتنا القرآن كأن لغا الشغلية برشديسة يكون لغا كيسة إن لغا الشغلية وهي وحينها يستمد أيضا أنا أنكسر نغنى وحاوي علماء بلنبا إلى الدنبيس كتاب القرآن كأرتك مسألة عن مارتي أيضا عن إلوبي نحاوي حسوس على مارتي ورب حسوس يعني كبري هيا حاوي رجع القرآن كذلك كبرها يوم رجع سو تيك سدا خيركم من تعلم القرآن وعلمه تيك سدا والعلم ينتفع به مدعى إلى تيك سدا لأن يهديك الله بك رجلا واحدا خيرك حمله نعم مدعى إلى تيك سدا لك والدك أن كم مدعى هاي أيضا وحا عطسيا قرآن كيني وينيان قرآن كيني وينيان هذي قرآن كوحكا للسمان أما كل فضل بالنيسيان وكفر بإجماع الأمة سرع الله والقرن هيا ربنا يقول في كتابه دمعا مثلا أيضا إنان وقتي أن كسي الهرائي حضو ووقتي أن أركايا إنو آد إنه آد ومارس يعني هو يحو ده كعب سنايا كلمات شو اللي ماذا أيا جدا بيان رجينا يا إنا مارس احترام وحشمة ليه والما سنتين رب سوء إنه وقال ليس كتاب كاس عن شكر إنت وحوي إنا كتاب كرعنه وأن كل قنو تاسع إنا عيسى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته كلمة سيئات كأقيم بدن الله إنه وافعه أولم أو ما يبدن تابنيسي أو إيو إنتهي كتابك إلهي نوسو دجي والنعمة نعمة داسيين لغا شكري إلهي نوغو مهنقو شيخ كلمة ديسا الله نوغو أنفعو أمور بدن بنوغو وانيي معلمين تو الله اللي والدين تو الله اللي إنت إلهي نوغو أنفعو كلمة داسي ولا ليال أختي وقباب سيا وحان هدنا إقرينا توجيه علم دنوذين أيان كسر عنينا وعن هذا مغرفون قسيني فضيلة الشيخ بشير علاد فليتفضل المشكورة سوى وقت نوسوك ويو شن دقيقة خمس دقائق. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالمال والمعافاة إخوة الأعزاء انتهى ديانك قدبة والدك يا نردمي شيخ النبي أنا عرفتي سبان هاي وفعلا وليس مجاملة إن كدر هذا الله ما إهن أسرعين وفنا إن كدر هذا الله ما إهن لكن مرضى هذه مكروفون كان لديبي وحاويا ما لنا إلا أن نشكر من الله حاضره والله يقب قرأ وكقيم بضم قرناي مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام انت سائل وفرا رنهانتي وبشارة آدي آد أقيم بلوي قام مكلمة قري قريها إلهي كمدأك مكلمة دنت يا هدفك إلهي وامحي كتابك إلهي إني اسكو دراسيان اسكو أخريان
يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ولاح بشارون الاصدور يفير إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نيلو الإله أن أبرح ترنو الذي ما انتهى لكن إنه كل مي لغشر فايا حملة هذا الكتاب الذي يسوه كان كيني بمهدى إسكاله مهدى إلهي بإسكاله إلهي نمحوه سننا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سوى إنه كل مي حفلة كتاب كيسا لغو ما موسى إنه إلهي فردوسى إنه كل مي دنبي يعني إكي والدكين إلهي أولافه من إلهي كبرينا سبحانه وتعالى وحن إلهي كبرينا حمل واسمان تلما موسى هاي كوا إلهي سبحانه وتعالى أمدك أنفعه أمد وحسو كرديه مل الله لما يلا تقام النور يصداء به إلهي كبره من إلهي كبرينا سبحانه وتعالى إخوة الأعزاء حكش قريه منسقة وقت إنه آد يريح والد كان ينودي ميسان هريب وحسي دور حديث بان كسو كاف صنايا حديث محوها قولها عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هل كان حديث كان أوفلا هم أهل الله وخاصته عجيب إنه ما أنت إلهي إن قد جاي أهل الله وخاصته بائن وفلا يكفي انت سائن وفلا بحين وفلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين إنه كواس إلهي إنه قدرة كوا إلهي كتاب كوكريا لا إنه إلهي إنه قدرة إلهي كبريا إلهي ونقرأ إن يدى إلهي وبرحت الله سبحانه وتعالى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين وحين وفلا حديث والدك أخرنا يا شيخة خيركم من تعلم القرآن وعلم الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه محين وفلا قولها عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع إيش مع السفرة الكرام البررة الله أكبر يعني من الله لم يشهد أدب ما شاء الله تبارك حقيقة وأصحاب سيدتها أن أفهم لهم والله الذي لا إله غيره لسعدنا في الدنيا وفي الآخرة ومدى ما ينفهمين ومدى حقيقة ربت نبي وكور رمى صلوات الله والسلام عليه ولنا ما فهمين لكن إلهي محكبرنا سبحانه وتعالى إنا فهمه ما بقي في حمها من حياتنا وحين وفنا قوله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إلهي محقوقة مي يرجون تجارة لن تبور مالفير قناعسي الله قاله سدح أمي متاه إن له فائده إن له قصاره إن فائده قصاره يصبر بردعان لكن تن إلهي ملك حسين حيري يرجون تجارة لن تبور فإذا ما أهانا قصار ما لهب واكوه الذين يترون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور رنهانتي ولا ليال من دونين إنا إنتا سأنسيها الله رنهانتي لكن كلام يجره بعضه إلى بعض علماء يقدم بيسة أجلاء إليها بركيه أيضا من دونين إن شاء الله تعالى هذا الكلام أهم بيو إنتا سكبضا إنا سيها الله مربه وحان روا إنا أنكو ختم كلمة ذا أولا هكا ولا لها إيه هذه الوجوه النيرة التي جالسة أمامنا إلهي هاي نحفظ أينما كنتم إلهي هاي نبركي وحان ليه وفقتم لبتم وطاب ممشاكم لبتم وطاب ممشاكم معلمين تأسر نهانتي ووحن وعصبوي خاصة في هذه المنطقة برنامج كي قراءاتك سنو والدك أحصيبة وأرين سوكرت ونعنى سوكر وصول زيادة والله نهانتي مضن إنان إلهي أشكرنا سبحانه وتعالى رقاو الله برنامج كي سوكر بيي إيرن هانتي صاحب باري هذا هو مدى أسي قدون هاي إلهي إيقنا محانا قبرينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جهودا إيه مصاعدا إلهي ميزانك وفا آخر إلهي إلهي أوكبه من إلهي أقبرينا سبحانه وتعالى ما أنت مال إيكباه بنيهن مراها كواقرت إلهي أقرد سبحانه وتعالى دمانتين إلهي محكبرينا يرزقنا الإخلاص في القول والعمل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلهي نوافعه أو ميلا بدن تاباتي إلهي نعمتيسا أو لغو شكريو يدعاء ودعي حمر ذا مانتا كتاب إلهي قادي إن كلمة داسي أو تاباتي هدنا فضلق أو قرآن كليه ينصوص كسوارورتي وحاح سيد مضان إن حفلاتك لا أنت بدن وحالي إلى وحالي إلى وحي لهان بروتوكولك إلى ليا أو قفك أوين ما صباحان بقدر الله مريا لكن دين تساوي كدوان تاي دين تقفك وين يدأد كوين بالهر مرين كبر كبر ويه مرقا هدي أن شيخ كبلا وني المي سنة ويكدم بين كران بروتوكولك إلى لينا وحاوي يقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر أنت ولا لك قدال إن كلمة دي علماء ينكسي سعنينا وحان هذا الرواية أن مقرفون كأوليو فضيلة الشيخ محمد مستعد جزاه الله خير الجزاء هنوصو كوابو شان دقيقة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها كقدال وحن ملينا يا وحين أرد من حق موعدة إنين الجيرين نحن نوفلا علماء ظهوري وشيخنا شيخ عبد الله وكوكاها إلهنا وحاوي دي سرنا بفضل وكرم بأسماء الحسنى وصفات العلا بانتياري وكاها اللي كوا كور رغم او هيرجل يا الهي انا قد ايه من دون ايه دي كله حرم لنا ويقون على ليا ايه ونده قان السواء الله وده قاهدو لكن انت خوري ايه انا قفرا وحان ان قدر لها وان اضافين لها وعلاقا الله فضلك قرآن كريم حرم لنا ايه حقا فضلك وحيرو قد ميرو سجرين او الله نوع دي ولوذن هاد اين حسوسيين ايه وحان اران لها انيقا ايدن كبا قرآن كاس كريم كا سي لو قدق منها سي لو فافين لها سي لأين او آخرين لهاين آخر سكسية تكرار كسي أنو بادين لهاين ايا مهم أنو بغن تكاس وحان انتان أنيقو أن كوغا هاي او دي كل أنو حانو مالي لأيادات كا إرادة لغان دكو در مالي وما يري سواري دو حان أركي سو غاري دهيسا قرآن كي يدين تاوان كورنا لنهي كومات دخانو aan ku dhalanay laakiin kuma dhaqanno markii la yiraahdo warramayo bal quraankan kariimka ah uu ka hadlaya meel uu dhaafay ma lehe ma faradna fil kitaab min shay wax shay ah oo lagu dhaafay ma uu leeyahay quraanku yahay hadaanayo aynu isku xukuno inta awoodeena qaar baa kula yaabaya dadka oo dhama dhahaya aniga waxay kula warsuuday meel ku dhaqmaan hebel hebel meel ku dhaqmaan ريو عاد لا غوي عاد الهي بي لهدahay wadaad waan weereerinin xoolaha lacag lagu soo siya laga yaabaa ana weereer adeero marka macnaheedu meesha waxa ka soo baxday war quraanka ilmaha aynu baro haduu xiftiyana tafsiir iyo waxa ay aan ku mashquulinin qiraa'adna ku mashquulinin warinkaas inuu si fiican taygiisa inta u xirto cid uu shaqeeyo haga hala tartamo doorashooyinka ha galo baabuur ha gato nin nool ha noqdo waxaan fiic kara iska dhicin kara oo markii fooda la isdarana reer reer meel naga saari kara noqdo ee wadaad miskiina oo hoos yar feerinaya wax weyn ma soo kordhinayo ayaanaas waa waxyaaro lisaan xaal aqna cali magaal baa lahaa oo wax banaanka iska yaala nas'alu al-afwa wal-afiya guriyo badan oo gaaristan intaad aragtay qur-aanka kariimka lagu akhrinayo culimadii ay joogto meel kasta lagu akhrinayo tafaasiirtii waxaad arkaysaa dad dhan oo badan oo ama dhammaanteen ama dad aad u badan ood le war dadkan kitaabka ilaahay soo looma soo dejinin guriga markaad eegta haweenka waa caariyaad wiilkii yaraa foodi iyo dhakada intanu xiiran yahay nin waxaan arkay intana timuhu lalmada intana lalmada cira abriyaan loo yeelaa cira wax la dhaho yaa loo yeelaa adeer wiilkan maala hadashaa maayri kuneyo baan u sheegay isagoo soo booday adeer khaliil baan ka soo baxay aniga qur-aanka waa dhameeyey khaliil ma taqaanaa adeer waa nin aad fiican oo sharaf leh khaliil da xerdadiisii waan ahay aniga
ورجلي واحد هذا خير الله كسبه بدل هالشيء هذا وخليل سلام كلام ما جيزاك ما هي ره سيكوده بعد كتاب الله ورسوله استجا كوده إلى قفك وأنا أكسن بالقود هيدا قفك وأنا أكسن أي القود هيدا وما أرتوح لك قاطع مرجع لك وعكس وبحيسة إلى أن عدد نجوحك من طيب دغنكي دغنكي عدد دغنكي إلى نجوحك بتم بعد يا عد مقطع إذن هلا يا قرآن كان كريمك أنا جند الله الله يا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رأي ربي إذا لم يتبعنا أي أن قلبك قلين يوما من الأيام قرآن كي إلهي إن أدونك كحكونا قلبي ورتوى إلا قلين وكو وهكذا سوى الرأي نول بقوري بولي بل نسكت داينو إني نقوري إن بلكو تطبيقنا هبله إن الله على الله أولاد إن الله على الله ومن قريقة أي كم مغطة قريق دينيات مركز الله صغره تا أنه سكوده هنا قلبك هدان قلبك قلبك أنه قد بيئة الله بعد هذه قرآن كي قفك إلهي باري إلهي كشر في وحي وشرف بدنا إلهي قعنت وقليي وبلا آدن وبرته وقوة ناكسانة وسوقة بقوينة يا وإنه أقاده وحكف عليه نجرين أبي أضاد درين سنة كوران عصو يا رجيس waxaan maleeyaa misal bari aan dambe tusaale adduunka koob noqday hal dowlad buu noqday waxa ay noogu filan oo yakfiina Abdirashid shaqal suufi ma amaakin badan buu maraya meel kasta uu maro waxa loo qaabilayaa si aan madaxda loo qaabilin madaxda waxa laga yaabaa dadka laga horgeeyay ilaa loo cabsanaayo la fiis oo la difaacayo ama military koofiyad asti iyo waxan ba geesaha ka socdo isagoo ka baqan waxa uu dhawr maadi weyn weydeen laakiin sawir u yaraanin yaa waxa weeye meel kasto istaago rag iyo haween ma harayaan hadii adduun wax taraysana wax allah la wixii dhaqaalaha gacanta ku jiray ama loo ama beera ah waa ugu farqi saas arabtu saata waa adduunyadi maan dhawaan oo soo staa islaam wasiirad ah oo soo adeeru yahay yaa intay diyaarad qaadatay يا سبب كتكتي مركز حبلدي تكتي دتك مركز هاي في الرجيم قال إني إذا ما هرد وزير الدين ما تمين خطر كاهين وبرو يركع بيشن بالي يرى عص هلا صوت نيو بالي يرى نيو مرد ما هذا شيطان بيجلس جدا ولا كارهان يقولون بلا كوسو دكتو كلمات كورن هلا سيو وإلك هلا جي أنا بتيسو إسكو تي مركز دتك يا بنا وين تكمل وزير الدين الله فنده سو أجران مركز وزير الدين على أبه ما سي مارتي واسي يلا بي تمدي واحد يوم ماي سيدي لبتي على الشوا هاي تقول أذكرك يا يسا وأذكرك ويان أنا يا سيدا كوكا عصينا نص فريستو سيدا سيدي رأي قرطي ومدي رأي وقرطي ما هو عصير لو وينني وكتاب كله بلو وينني يا مركا وينه عن أجانه مر هدي كتاب كله هنا نمبراني خوف كستايرن كسر نوا بدوني تكبر إنه كبرينين عزي ولله العزة وللرسول والمؤمنين لكن هذا الجنين كورا ونن كان صير سكرات وهذا باري رتاي قبل أدي استاج أديك وأديك الشحاد والباب السكرات قبل 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 وأديك هو استاج يبا عن ما نقص سير إلى واحد يقول سير قط مرة هو ابن باس إلى أول مرة يا ابن باس وين متكملة يا وقت بقر فهد يا دتك يوم نبى استاج سير هل كيسوس كفدي بقول كسيوسوس أنا بيسجل ما ده حكتهم كذي سوى دور ده دوت كده دور ده لكن ورم كيس سرائيل لها بقول كاس سرائيل لها مر كورتا إنا دوقاتان إدين كميشن اللي إنكو يمادو ما ده حلا إدين كاتهم كهو ورخ ترى دلفتين دوقاتان إدين كم كيف كيف ريد كتيرين وعلى جو مارمان مر كا إنت هاس نقرب كاس صلاة يا قرب كم سوق قبينا يوم حنو ما نقيا بعد بعد الله معلمين تعرمت كدم بيجي يا أردنا الصوص على إجازة الصين يا إلهي بركة يا ورأس قد وياه شيخ عبد العزيز أبو دكتور عبد العزيز يا ضد كأديبة يا من برتاي ومارك تاي جائزة قاتي أنت إلهي بركة يا أنت صاح حضرتي يا أنت هذا ربطينا جائزة قاتان وبرتان أما أنا إلهي أنا هموميو قرآن كوك كنغمة وآخر إلهي أنا قديم وبالله التوفيق وصلى الله عليه الكريم أنا وأنفعه أو قدر بدن تابتي
وحافظ بذكم إذا كتابك الله سبحانه وتعالى إن لقد أقمه ولا ليال مقاصد كتابك الأسود دجي وحاكم إذا العمل به والتدبر وكن الله سبحانه وتعالى وليه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تدبرك وحال وجد معنيه سين لروحه سوانا سين لو أخريه إن لو عمل فرو إن لغد غنكتو إن حو إن لغد انت ويسو قلي مركا إلهي أنه أنفعه كلمة دا سيئاتك وغيمة بدن كتابك قرآنك وحاوي عدي قادتنا مروى البواء عزيز وكان الله سبحانه وتعالى وليه سوى سبنيه صلى الله عليه رسول كيسا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون مركا إلهي أنه أنفعه كلمة دا آتك وغيمة بدن شيخ الله سبحانه وتعالى ميزان كيسا حسناتك الله وكبه هذا وحنكو سوى دوين يا ميكروفونك علماء دي وحاوي وقتك وقابن ومرينينا دامانتور هذا أنا بحاولي ويا فضيلة الشيخ إنشار فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله سبحانه وتعالى بما هذه السكالة عليه سوكا كان حفلة قرح ضبضا رنتي كدو أن حفلة ضبضا وأدونك كدعا خاصة كدو أن حفلة ضبضا وخيرا والله يقعب قاله حالها أي كدو أنت هنا وحاكم إذا يعني انت بدن لسو تشوين خاصة صومالي ذا دادا قرآن قولنا قرآن لباري حفلة ضبضا إن بدن ما كقعب قاله ما لا يقعب قاله لكن دادك يو قرآن كدادك بره هاي وحدنا قرآن كلا لسي باري حفلة دو دينتين لك بادك قيب كشين رونتي وحد قرانا يسا مركا إيادا وحي هرسة دين برنامج عصب برنامج كاسوحو يهي قرآن كو إنو يهي بحر لا ساحل له إنو يهي بادان حياب لهين وقف ليه كروان بارتاي أما وان أقان نايو عنو وحن كقاري ماشي وقدن بيسي وسيشرين ومرو البوبان يقف كو ندبتاك نادو ان شاء الله اننا مهد عريو شا عبد العزيز الله بركيو يعدي كلا هوشن كقيب قادتي يو قرادة يو حفادة هوشن قادتي اما انت كتخرج اجازة كو قادنا يا زيادة اي زيادة سيدين قرآن كودي سيو يو زيادين امتا انت كدب وحن شاء الله هنا نوي الضافية وعدي يوانو يوانا يتصال شيخنا الوالد شيخ عبد الله باينو دمي يعلم ذي كدن بيسي وانتي كدن منايد اما اوكبتا اما اوداداي وحن شاء الله مركانونا هنا نقدر صلاة وحي الله سبحانه وتعالى وافتشيو وحان جارينا نقدر وحيتهاي وسدح كلمة كلمة ذكرات قرآنك وحاوي هاي يا وحاوي نغم مدني هاي يا وحا إن نغل إن أقربو يا عدة حنبارتي وحا لغربو إساقا إنوشي مركا إساقي بعدات قعانتكو هايسان إساقا أون قفو لبو وحاد سكود دايدا إناد كأمر قادتو كودا كنتو فهنتو لشاكي ساتو ساغون دانتو سارة يرين سيو قران بلاي نوبة لاباي شيخ ولماذا كاميدا مقرادا كاميدا بلاي عايدو ينو اخرنايا سورة دي قران كوكا كابنابو ينوبة لاباي قل هو لقل عذب فقل عذب رب الناس فاتحو ينوبة داري سورة البقرة بلوغة دي ينوبة حجي امسا موضوع بك الله واخر دي ني ادون كنبا هذين ما أنتوا دم فدك أن تناول الله أنت كليه هذا ما لنا إنسان يعني قل عذب رب الناس قل هو الله قل عذب رب الفرق وحائكها الله يان يعني اللي بنتي أدون كي يمد آخر أدم ما يسترن أي الله جه الله يقولي ولا فه فهي وحدي بها سات قبل داد الهيد وحد دافها سات كهير الهيد مركزه وحي رغود على رب سبحانه وتعالى إنه إن براء قل هو الله أحد الله السمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن مركزه هذا نفع اتحاد الصدح قيب وقيب سن
يا فرط الله ينقص هاري ورب سبحانه وتعالى يسوي اسكان بري إنو يا رب العالمين إنو يا الرحمن الرحيم إنو يا مالك يوم الدين رسوله ينقم مذيع هاي رب سبحانه وتعالى إنو الشيء يقول إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد تاسو مركا كان مذيع هدو الله الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين إنت هدو اسكو درس هاي إياك نعبد كريجون يا عبد ما ورك لم يكوي الله ورك لم تشرو توحيد كي بايضا نفرت الله ينقص هاري وحنو باهنا إنو إياك نستعين وما لنا بالله آيات بركة كدبنا لوقي بالنا وقي به وحن دوني إنو وحن كبقى إنو سيدي إله سبحانه وتعالى إنو قبت بعدين لها إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مركزا وحن كبقى إنو غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا بلا ودنا إله نجدته يعني مشروع دن سيدي أنا حتى أردت أن تقول استي قرآن كي راعين dad goobay oo guul dareystay aad aragtana quraanka umbay kala xadeen quraanka hadaad akhridana wada lagu guuleystay oo quraanku sheegin wali caalamka laga soo heli maayo wada lagu guul dareystay oo quraanku tilmaamayna wali la soo heli maayo maxaa kaaga maqan marka wax kaaga maqan ma jiro dadka guul dareystay yahuud iyo nasaara sheekhu inoo gudigay oo dadka wadadooda iska ilaaliya maxay ku guul dareysteen kitaabkoodii umbay garan mareen وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه وما هو من الكتاب الله سبحانه وتعالى بنوت الماوية عرب قضي كل عبين رب سبحانه وتعالى يهود بنوشة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعسينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنة وطعنا في الدين الله سبحانه وتعالى بنوت الماوية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بالله رب سبحانه وتعالى إذن وحي كقول درستين كتاب كي أمبي قرب مرين قضب كاللباد إن شاء الله إن تلما بوحي هاي فضلك قرآنك ولما لا ينوغ هذا قروح بضنا معانا ادقونا يعني حابت كابو يعني إنه دوله بعد كبر قمر كل وقت المهمه لكن خطرت له هذا نحاك الأولي ما كان في رسان حد أوقاتن ما أنت وحق عندي إنه كتشرة شندي يا نارتي بلوا دعك تاجن الله بدو ما هيكو جيهن قرآنك قصيدة عاد ولا دقت ولا تعامشوا صفات أوفى شحن يتلمامها أوفى شحون إن أبيت قرآنك من بقرة من 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 فاتحة إلى برب الناس أنا أخريه وأن قرآنك إلهي سيئي صفة وقت المامة حمان وحيك قبض حمان صفة حن أو وقت المامة قرآنك صفة إلى فعل حماي وأن إلهي سبحانه وتعالى قرآنك سيئي نبي عليه الصلاة والسلام أنا بحمين وشي أغي تدك النار تأغور قلي إن أي كم تاي من إلهي سبحانه وتعالى قرآنك سيئي قاري مجود هذا نوح الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام كوان نار تقور قليينو كتشرو هذا مركب من حوات كيس كسر أحضو أو أترى أحضو سو تناولي آخر لمي ما سو هانيك معلن قاهام ما سو هانيك تدور بكرة برتين ما سو هانيك أن آخر يم ما قرآن كوفير سو آيات هذا الشيخ بشير نحسوسيني إن الذين يتلون كتاب الله ميا الوجوتي ما عمل صالح يا بابا أنت وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم هو سماركت إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية تجارة لن تبور الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد ملك كهلا يمحو إليه وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن هذا هو كان سنة القرآن وعبكم بطريه أن أكون من المسلمين إذن إن أي نقطة قرآن كان إن أتكب كبقضه سيلفتي صوت إسك إلى لسوباية قرآن كوا كامرة دي إلهي والريكور كي إلهي وكتوبية وكل الصعودة واللوير كي إلهي ما أنك قيامة دي سو استاقتونا حجة لك وعليك ما أنت رقنا قرآن كبرتي
هذا الشهادة لغو السينة أمام الملأ لسوتا أي لغة مرخاتي فوري إن آخرين كران ويباري كران ويقدبين كران ويقانان لغة مرخاتي فوري خطرت أدمان تحن بارسنتين دراما ما هي تهي قصة عن شيء القرآن كسوء روريهي قصة إلى فرح ما إذا لغو تلمامي نين كتابك إلهي سبحانه وتعالى عن باري واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعنا بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبعه الشيطان واتبع هواه فمثله كمثل الكلب وكما كلبه مثله كمثل الكلب كالذي وكما وقارئي وحافتك وسبع قراءة يقانك وننك دفك القرآن كبرهي وكيك الله تلمام يؤهو لكن محسما يفان صرخا الله سبحانه وتعالى محبوب بدلي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون خطرت أدمانت حنبارتين أدور كإذين سارا ما لقى بحكرة ما حسن كرتها ما قى بحكرة ما يا وصادو قاطي ما إلا ويكرتت حداد قرب مرتو إساقا كوتشوسي إساقا محكمات كوغوه ما حنبارتي سيدو كوغفو ضد لبان تادي آخر يمد هذا الدون كوتشيران وصادو حنبارتي حقنا ماذا ينادو حنبارتو الله سبحانه وتعالى محو يهودكو إذيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار حمار حمار كلب وأي وددكم وددك كتبت حنبارة هذا لكن محي سميين لم يحملوها حق نمد يدي ما إنا حنبارين كونا حق نمد عيد ما إنا قادين مركي اللي حسوسينا بلقي اسكونا بيان معقشين بو نحفظيا لما ببادين كرايو شيطان باوش او جبسداي بل وحي له علماء قال كاد شيطان كو كشيطان سنان ايايو شيطان كا عيلمديسا كم نوقناي فاتبعوا فتبعوا شيطان لما دين قرقد عريق واد غرانيسان فتبعوا شيطان لما دين فاتبعوا شيطان شيطان كا راع سو راعي سو راعي marka laba fasir labada waa la galiya شيطان كا سيطريه او اوش او جبسداي او سيدي عسكري كا ادكاداي يو دبل كا كحيسانو ميسو ربو كو كحين مسؤول ربك أيلي أما ما هي على بك الشيطان سنانيو أدوب عيد مرة نقول إسقى بقى دواسع عن شيطان كها إسقى بقى دواسع عن مرك خطرت النوع هذا إن درينسيو النفط يدي النفط ينبى درينسيو أو قرآن كلي أو سن أهين أذون كل دقمة إن القرآن كان أقانا أن لقول نبت جلين إن سيدي علماء قاركش مستعد وكلام وتلمام هي حيرتنا يا حق تمنهن هذا اللي جوي عراء الله إلا رهاي تلك عليا كبت هذا بدح هذا اللي جتشرا تلك هرب ديجو كدنسيا هدير أكوس ما يقوله وحنا عاصو كلين اللي جت ماني إن يا قرآن كان هم بارسناني استديه مركب أما قرآن كاد أقوي أما قزع بلات كاد أقوي لا والله كلا دور شر المانت ينول أنا هاي منا وددي عذابه منا وددي شنلا رب سبحانه وتعالى إن قتوسيو وددي شنلا إلهي سبحانه وتعالى إن قتوسيو رب سبحانه وتعالى وحن كبر يا كو استعراضه اسكو حدناده اي دين تفافيا نقره وحن كسو غبغبن قودك كاست حدا او دنبايا صار ما انتو ميديسنتين وميديسنا هذا مركز حق قبريسان كتابك الهي بعد كم ميدودين كتابك الهي من نمدت كم ميدودين جنك ولا غلا كتابك الهي من نمدت كم ميدودين ولا قاتا حلك قرودن ولا فين لا وحي تاريخ دو شيخ تلمام هي كغه هدي كرنا هر قلبيدكا ما دام وخ بدن كا اقانو وحير قلبك إنه جينا يا وباهي وحنا كرات سنة مرك إلا أن باهي ذا إنك جش إسكت دبا والله إنه أنك كافتونه قالك هاري ما إنه قالك هاري كري ما إنه إلا أن بلام بر نقنو أن إلكتريش نقنو أن إنجينير نقنو أن دكتور نقنو أن كان أستر نقنو وأين نقنو عسكري نقنو
وعاد أدوه نقطه مثقف نقطه وأدوه نقطه إلا عاد باهيدا أدوه قبطه كبريس كصوصار أدوه نقطه وبريس كباستادا إسكت دينا كوان بيرنا كوانا عينان عنين سيادة وشقادة عن إنه شقادة إنه أن راتسنين إنه اللي نوسو راتسدو وان إنه إسكوف الله أنه كاكف سوي مين هرقلبات كانت تاهل لو قادو مركا أن نقولنا داد إسكوف الله معلمين توبارا داد كقفك وحوال ووحي كوف الله لها باهيدي سا الدنيا يبين مدي سا آخر حلقنا ما يصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آيادا عن دباخنا وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير الجزاء. كلمة داسيات كان وانفع كلمة داسيات كغير بنيت إلهي سبحانه وتعالى أن وانفع شيخنا ميزان كالله أو كبو ولا ليال وقتي قونا عربنا يوم وحن رباينا نودي بمغرفونك الشيخ بشير حسن جزاه الله خير الجزاء كلموين كوبن او شن دقيقة انو توجيه من لسو جيديو كم قديدو حنوما لان مركو سيقا اوفيري رقا وحيو بشير باقو يرا انو يدن بيسي مركا اتكم بعد سنتا عجادو نوا هون وقت دو يصوير بحرين مويا يعني نوا رقو يوجي انو يوجي يرا فانوما لان انت دانك قدبو جزاك الله خيرا علماء دمسي هل حديث ما ربا ان انا ابو برارشيو يو ام لي حقد او وسي او كو يلبا اون اسكا حديثو waxaa weeyaan runtii xadiith aan aad ii sameeyay kulligeena inuu la sameeyaan filayo xadiithkaas waxaa weeyaan xadiithkii Ka'ab bin Malik fi sunan at-Tirmidhi wa at-Tabarani wa ghayrihim ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف بدينه حديث كورنتي وحديث علوس لبا وراو أو باهن وعري قوس أنا لغو سيد حدايي سيدا أين وحبا أغتغين أوفا السادين أيان سيكدرن لبا دا وراو أغاتي سيدا أين أوبا بنان سيكدرن يا روح الدين تي سوحا أبا بإن دذالك أكب حين يو مقعين وهلو أما مال وهلو مقعي مال لهلو دذالك الروح أكب حين يو وحي دين تي سوحا بإن وحبا أغتغينن سيدا لو ورابا أباهن أو عري قوسن ميل إلا أكوال سيدا أبا بإن سيكا درن بي دين تي سوحا بإن معنا وحاويان مال كادا كمال يو أنا أقول شرف يا مغاردين تو لو ما يلعب بكتي مدى أنا روح السلطة يا ود يا مدحنما وكرة دي شرف كا يا أنا مغاردين كرة دي لو ما ويان وحضر المركا شرف كا كرة دي سو مغاردين وأنا أتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثك يا أبو هريرة شفيا ورينيي أنا النبي يا أبو هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار أبو هريرة صدح ذا الروح قال يا مسلم بوا صدح ذا الروح النار تلوغو هرورين يوحا كم ده روح قارئة وقرآن كبرتي لكن أبرتي محي ليقال إنه قارئ هبل وقاري روح أسماء أبرتي إني ليلة هبل وقاري نبي وحن وعدي ذاتك النار تلوغو هرورين يوحا تاي قضب إن لا إسكا كنترول أو روح ودب إسكون وضعوبها ويان وأوسن وحن وحن بارسن يهبيرات شرف يا قيمة بن آدم أكتي أوسن كغير هذه النن محاي إلي الدين تاذي بابين أرن تاسي رنتي وحن إسلاه قضب كاس آد وختر بدن يهجاه وأشه والخفية وحدهان وأشه وقرصون إلههم بأوك روح مقالبكم وجسن دينيد وحكى لنا وأقرصون يهيو لكن مسي دائما يو إلهي وصوفه وفضي حيا روح عدو مقعدين يذكر هذه منصب إلهي وفضي حيا وانا تنبي لي صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة روحي أبرت علم إلهي اللي قلت أواده وجهي سلقوط البسيء الدنيا بالبدا ذو قاله جنة أقل إسكتنا فحتى أدوك جنة ما أريد قلبك وامي مركا
ninkasta waxaad isqiimaysaa adigu markaad halkan fadhido markaad meeshan fadhido markaad meeshan fadhido markaad socoto qalbigaagu bini aadmiga intee la'eg buu wax ka raadiyaa ama wax ka dalbaa haddii ay kugu jirtay wax yar oo ah bini aadmi ammaantii gaadh magaca agtiisa ka hel leen madamadiisa caydiisa ka fogow waxa aad waxaa ku gaadhaysana diin magaceedu yahay ama diin suuradeedu yahay haddee nebigu waxyi buu ku halaa wama yanduqani lhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa arrintaas runtii khatarteeda ay leedahay qur-aanka iyo fadligiisa iyo qiimihiisa culimadaa ka hadlay laakiin masaladaasaan rabaa inaan baraarjoon idhaahdo nimayow masaladaasi khatarteeda ay leedahay ruuxuna waxaa laga yaabaa isagoo muuqaal dadka ugu muuqda inuu si kale noqdo diintuna waa jawhar iyo madaahir sax shacaa'iru tacbiidi in la muujiyo way u baahan tahay laakiin jawharka iyo xaqiiqada iyo yaqiinta ruuxa alla keliya iyo isagunba is-og sida uu rabbi si rabo aase aan ahayn hadday kugu jirtana khasaaraad ku jirta ama qur-aan akhri ama caruur u akhri ama fulaan u akhri sida uu rabbi rabo oo ah in isaga keligii sheegan loola qasay si aan hadday qalbigaa ku jirto oo dheef adduunya si uun aada ugu dalbayso khatarteeday leedahay waana arrin si looga badbaada ay adag tahayba waxaan intaa ku darayaa wasiyooyin aada ka kooban midda koowaad waxay tahay walaalayaal inaad niyo lahaato camal kasta ood qabanayso an yakuuna laka niya niyadaasna waa inaad qasadkaagu waa alla keliya ahaado laba acmaashan aan samaynayna intaan karayno inaan ikhfaa'ul camal samayno oo wixii ilaahay ugu dhowaanayna bannaanka aynaan la wada imanin in dadku ay wada ogaadaan oy ku wada arkaan oo dhahaan ebel waa sida maada tastafiid bini aadmiga oo dhanna hadday ku aamanaan ilaahay agtiisana aada ka caayan tahay maxaad ka faa'iidaysan intaad karaysa camalka inuu sirku ahaado waa laga maarmaan qodobka saddexaad waxaa weeyaan bini aadmiga waxba ha ka dalbin lianna laysa fii yadihim shay aslan ammaan iyo cayba ilaahay agtiisa ay taallaa ammaan iyo cayba mar kastoo ilaahay agtiisa aad ka ammaanantah way qasban yihiin addoommadu inay ku ammaanaan lanna in allaha ida axaba cabdan naadaa jibriil faqaala inii axbabtu fulan faaxibahu fanaadaa jibriil biahli samaai faqaala in allaha axaba fulan faaxibahu faunzila lahu lqubuul fi lardi intaasaa kuu falin inaad ilaahay keliya jacaylkiisa aan raadino oyna maqlo lanna laysa fii yadim shay qodobka afraad waxaa weeyaan ihtama bibaatinika walaa tahtama bidaahirik lanna allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa qulubikum meeshii bini aadmigu ay fiirsanayeen haddaad qurxiso meeshii alla ka fiirsanayeena ay wasakh tahay musiibo aan musiibo ka dambaynin weeyaan qodobka shanaad waxa weeyaan akhi ijtanibi shuhra inaad magac yeelato oo dadku wax gooni ah ood ku seecantay oo lagu yaqaan oo dadka lagaga sheera aada yeelato ka fogow culimmadu aad bay arrintaa uga digaan runtii xitaa dharkaagu waa inuusan bulshada ka dhex baxsanayn qaabkaad u dhaqmayso nabaraadkaaga caadiga waa inaysan noocyo kale ahayn waa inaad iska ilaalisa arrintaas ugu dambeys qodka goosaday dardaarinka wuxuu yihi tawaaduca lilah tawaaduca lilah waxba koraasu qaadin khuliqta maada min maa'in mahiin anta fii calaa waji lard maxaa tahay saxaro socotaa tahay beri markaad qabriga gashaad dixiriba ku dheefsanaya adoo intaasba ka kooban inaad wax uun isbido khatarteeday leedahay waxaan kusoo gabgabaynayaa ninka la yidhah cabdiraxmaan bin mahdi yaa wuxuu ihi maalinta jumcadaan masaajid fadhiisan jiray markaasaa dadku hadday soo xaadiraan aad baan u farxi jiray hadday yaraadaanna waa nex jiray nin salafka ka mid aana sheega u sheega waxaan arrintaas haysata kaasi warkacra waa majlis susu'e meeshaas haddaaba markay dadku soo buuxsamaan aad farxayso markaa dhow weydana anaxas waa majlis su'e iskaga carar buu yidhi sufyaan uthawri iyo fadayl bin cayaalna way isu yimaadeen markaasaa xadiidka tajaadub alxadiid baa la sameeye waa la iswaraysto khayr iyo wanaag baa labadoodiba way isla ooyeen waa sufyaan uthawri iyo fadayl bin cayaal sufyaan uthawri baa wuxuu yihi raxmat ullahi calayhi waxaan rajaynayaa fadhigeena iyo majliskeenan inuu noqdo mid inoogu dami dhaafo oon khayr badan ka helno fadayl bin cayaal nin daqiiq u ah xagga qulubta wuxuu yihi maya anu sidaa uma arkee waxaan ka baqayaa majlis aan ku halagsanay inuu noqdo oo maxaa haddee anna wixii kugu jiray islahayd ninkan wax ku gaadhsiiy oo dhan baad adoo ana iskukay muujinayaad soo saartay anna wixii u jiraan soo saaray idan midkeedka midka kale isu qurxiyo yihi ilahay ba mayna ula qastima sidaa darteed khatar baan ku sugannahay sufyaan intuu mar labaad ooye wuxuu yihi axyaaka allaahu qad axyaytani allah ku noolay waad noolaysay intaasaan ku gabaynaya wajasaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة داسيات كوقيمة بدان إلهي أنه وانفع وقد بضب انتاوتي إلهي إن شيخ وحانا قبرينا في ميزان حسناته الله وكو إخواني ولا ليال حضورك يوم مجلس كتتك صباح حاضري انت وحانا ويك كلموينك أن علم داسينيني وحانا لجوغا شيخ عثمان بإذنه أسوى فسحي سأيو كلمة أدايي سبع الصدين لقد دعي ومركب وحلنا جزاه الله خير الجزاء ولا ليال هذا وحن قد قلنا غاية دي مقصد كي أنو ما أني وحفلة لو كنتي إن وحاوي معلمين تي القرآن كقصح مي وحاوي إن لا جازر يزال الله سيوم انت كهرنا وحاوي شيخي معلم كي تتك القرآن كبرية كسحي الشيخ عبد العزيز محمد سهل أيان كلمة سينينا وبالتالي توزيع الإجازات كان سواء نوح جنيا حتى نسواء كسوك بينا يا فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت أنا مقدقلين barnaamijkii loo guntay ama loo caqiday hawshan waxaan rabaa inaan marka hore aan u mahadnaqo bacda xamdulillaahi tacaala culimadii qiimaha badnayd na soo ajiibay codsigaan codsanay iyo maxay ahayd yeermadii aan u yeelnay naga ogolaaday inaan idhaahdo miisaanka xasanadka allah idiin saaro waqtigaana waqti barakaysan oo aakhiradiina aada ka faa'iidaan allah idinkaga dhigo kelimaadkii qiimaha badnaa iyo towjiihaadkii caamka ahaa ayna siiyeenna ilaahay inaga ha nagu anfaco iyagana miisaanka xasanadka allah u saaro intaa kadib barnaamijkan sida uu hadda ka dhawaajiyey alakh shakhsiyaad waxa uu caqidnaa ee ugu weynaa wuxuu ahaa ijaazaadkaas la siin hayay raga culimada quraada ah ee akhriyay qiraa'atu caasim toddoba nin weeya waxaa hadii la heeraa wax qaadan doono lix nin oo ka mid ah riwaayata xafsa can caasim ayay qaadanayaan insha allahu tacaala ijaazadeeda ninna wuxuu qaadanayaa riwaayata shucba oo nin mar hore xafsa qaatay oo shucba hadda qaadan haya weeyo biidnillaahi tacaala marka barnaamijkii ayaan jeclahay inaan gudo galo haddii ilaahay yiraahdo si waqtigii oona waxba usii dhaaraanin in yar haddaan xagga taariikh ahaan iyo ku noqdo muddo taqriiban hadda sanad ku dhadhow ayaa hawshan iyadaa noo socotay shacbaankii lasoo dhaafay ee ramadaan macnaha ka horreeyey ayuu ahaa asaaskii meesha la asaasay muddada iyada ragna lasoo bilowday baa jiro oo waday ragga qaarkoodna gadaal bay nagaga soo bireen laakiin rag waxay ahaayeen qur-aankoodu iyo xifdigoodu uu itqaansan yahay kadibna lagu kaaftoomay hal khatmo ah inay dhammeeyaan khatmada iyadaahna ay ku qaataan ijaazadooda ragga qaarkood oo ilaa iyo laba khatmo ay ku qaadatayna waa jireen waxaan jeclahay inaan guda galo marka insha allahu tacaala barnaamijkii guud الحمد لله الذي أنزل القرآن ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان وبشر حامله بالفوز والرضوان والصلاة والسلام على النبي العدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أولو البر والإحسان أما بعد فإن إخواني في الله الشيخ صالح آدم محمد والشيخ عبد الناصر عبد الرحمن إبراهيم والشيخ زكي محمد عينشة والشيخ عمر دول عبده والشيخ حسين إبراهيم آدم والشيخ عبد الولي حسن عبده والشيخ حسن محمود عمر جاءوا إلي وقرأ كل منهم القرآن الكريم من أوله إلى آخره حفظا بقراءة الإمام عاصم من طريق الشاطبية قراءة مرتلة محققة فأجزتهم بما قرأوا علي ثم سألوني الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجبتهم إلى مرادهم فأقول بالله توفيق تلقيت هذه القراءة
عن الشيخ المقري عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي بالمسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأخبرني أنه أخذ القراءة السبع من طريق الشاطبية عن الأستاذ الصالم محمد الصالم بن محمد محمود أحمد الجكني الشنقيطي، وهو أخبره أنه أخذ القراءات السبع من طريق الشاطبية عن الأستاذ الفاضل عبد الرحيم بن محمد الحافظ العالمي، وهو أخبره أنه أخذ القراءات السبع من طريق الشاطبية عن الأستاذ التقي والشيخ الوري عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، وهو أخبره أنه أخذ القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، ثم من طريق طيبة النشر عن الأستاذ شيخ الشيخ الإقراء في هذا العصر وأعلى القراء سنادا في مصر صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن أحمد الزيات المقري بالقاهرة، عن الشيخ المقري عبد الفتاح هنيدي المقري الكبير بالقاهرة، عن الشيخ المقري محمد بن أحمد المعروف بالمتولي شيخ الإقراء بديار المصرية في وقته، عن الشيخ المقري السيد أحمد الدري الشهير بالتهامي، عن الشيخ المقري أحمد بن محمد المعروف سلمونة، عن الشيخ المقري السيد إبراهيم العبيدي، عن الشيخ المقري عبد الرحمن الجهوري، عن الشيخ المقري عبده السجاعي، عن الشيخ المقري أحمد البقري، عن الشيخ المقري محمد بن قاسم البقري، عن الشيخ المقري عبد الرحمن بن شحادة اليمني، عن والده الشيخ المقري شحادة اليمني، عن الشيخ المقري عبد الحق السنباطي، عن الشيخ المقري شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن شيخه المقري رضوان العقبي، عن الإمام المحقق محمد بن محمد المعروف بن الجزري محرر الفن، عن الشيخ المقري عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن المبارك، عن الشيخ المقري أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعروف الصائغ، عن الشيخ المقري أبي الحسن علي بن الشجاع المعروف سهر الشاطبي، عن الإمام أبي محمد القاسم نفيره الشاطبي الرعيني الأندلسي، عن الشيخ المقري أبي الحسن علي بن هذيل بالأندلس، عن الشيخ المقري أبي داود سليمان بن نجاح، وهو عن الحافظ المقري أبي عمر عثمان بن سعيد الداني. أما رواية الشعب قال أبو عمر الداني: قرأت بها القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره على المقري فارس بن أحمد، وقال قرأت بها على المقري أبي الحسن عبد الباقي ابن الحسن، وقال قرأت بها على المقري إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن أحمد، وقال قرأت بها على المقري يوسف ابن يعقوب الواسطي، وقال قرأت بها على المقري شعيب ابن أيوب الصيرفيني، وقال قرأت بها على المقري يحيى ابن آدم عن صاحب الرواية الإمام شعبة ابن عياش، وهو عن القاري عاصم ابن أبي النجود الكوفي. وأما رواية حفص قال أبو عمر الداني: قال أبو عمر الداني: قرأت بها على الشيخ أبو الحسن طاهر بن غلبون، عن الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي، عن الشيخ أبو العباس أحمد بن سهل الشناني، عن الشيخ أبي محمد عبيد بن صباح، وهو على الإمام صاحب الرواية حفص بن سليمان، وهو على الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي. وقرأ الإمام عاصم على كل من التابعية أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي والتابعي زر بن حبيش، وأخذ السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وأخذ زر بن حبيش عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، وقرأ عثمان وعلي وأبي بن مسعود وزيد رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الأمين جبريل عليه السلام، عن رب العالمين جل وعلا. سنتي ورك انتس أيكو إجي هاي وحن روينا وحير وصياء إن شاء الله تعالى أن راعيه وأن أرعين هي إن شاء الله تعالى رجع إجازة غالا هي بإذن الله تعالى. هذا وأوصي نفسي أولا وكل من تلقى عني هذا الإسناد بمراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ولنحذر
ولنحذر إخواني في الله المجادلة والشحناء وسمعة والرياء، ولنكن سمحا في إغرائنا متواضعين غير متتبعين لهفوات الناس وزلاتهم. لا نزدري من لا يتقن القراءة، قال الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وأن نيسر لطالب العلم، وأن نبتغي بهذا العلم وجه الله، وأن لا ينصوني ومشايخي من صالح دعائهم في الخلوات والجلوات. وأنبه على الإخوة في الله على الأمور التجويدية كتخليص الحروف من الغنة ما عدا النون والميم، وأن يتجنبوا زيادة المدود والغنن عن مقاديرها، والتزام الوقف والابتداء. والحمد لله على نعمائه العظيمة أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت كذي بعد الله رهضو مشايخ ذي يقول راضي قادم لها إن شاء الله تعالى إجازاتك، أي أن جعل هينا قذوك لو المقعيض ذي ويره بإذن الله تعالى. نكان ويره مرك إن شاء الله تعالى هاي ماذا علم أظهرت هذا سيلو قدون سيو إجازاتي سي بإذن الله. شيخ كوباد إنو يير هيو وقادن هيو رواية حس عن عاصم ابن بن نجود الكوفي حوي يعني كلي راهو شيخ عبد الناصر عبد الرحمن إبراهيم شيخ عبد الناصر عبد شيخنا شيخ الله وادي نجوده يحويان شيخ عمر دول عبده شو شعر قدنسي مقع يفير صالح شيخ صدح هذا وشيخ صالح آدم محمد شيخ وليف شيخ عبد الولي حسن عبده شيخ بشير على عبد الولي شيخ زكي محمد عينشة ها شيخ حسين ينك ينك نقعد نصلي اليوم شيخ بشير ودي شيخ حسين إبراهيم آدم رجع لحدا وحيا هيا رجع قادن هي رواية الإمام حفص بن سليمان عن عاصم بن نجود وحيا صهري قارئ قادن هي رواية الشعبة ابن عياش عن عاصم ابن أبي النجود والشيخ حسن محمود عمر إمام مسجد السنة فليتفضل ودنسي الشيخ حسن بن سليمان انت وحي نوغوك برنامجكي اجازاتك غيبين توضي الهي ايضا شرفو سيدا نوصو شرفتين نووي ماتين نوو قدريسين عطسيق عنكي يرمضي عن ذهي يرني ان شاء الله تعالى وحا عن هذا كور جنيا منسقة سيو نوصو قبقبي ان شاء الله تعالى وليتفضل الحمد لله في البدء والختام اخواني ورجائي بمهد سكالي حنسو قارني ختامك نعلم اجازتك قاتل الهي او بركيو الهي ها بركيو وحي اجازتك قاتل رواية حفصة بن سليمان رواية شعبة شعبة هل أبعاء قاتل هل شيخ باقاتل شيخ حسن حفصة هي شعبة والله أرضي
وأرضي وحيوة هاي شيخ عاصم قرأ عاصم ليرهدو أيا وحكسو حنباري لبارضي أرضينا وحلي وحفصة بن سليمان كنا وحلي وشعبة بن عياش مركا لبدي أرضي كسو حنبارين ربوين كودي بالوكا لغاتي علماء إجازة غاتا الله بركيو حضور كنتي ماتي الله إذن بركيو ولا ليال نحكسو ختمينا فدقان آتك وخير كبدا إلهي سبحانه وتعالى أن كبرينا ميزان كان لأنه نوكه وحنكسو ختمينا قراءة ونأخرين دون أرضي وحرر معلم معلمين تي إجازة غاتي كمدا شيخ حسن إمام السنة فليتفضل مشكورا مأجورا أصلا نأخرين دون رواية شعبة عن عاصم شعبة عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله خير الجزاء. وإلى هنا ولا ليال وحنوصو لما يسرمي انفدي حفلتي أنفديني ساك الله صوب إلى ولاي وقتي
مركا ولا لله سبحانه وتعالى يا مسكرة أولا وآخرا اللي هي سيدة قرحة بغن ودمي هل كان ينكسوك وقوينين هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجعل معين.